ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. ايه ده يا نيلي؟ ايه ده انت بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش. اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشة معاهم عمري كله. القصد يعني اللي أنا عايزة أقوله لك إن أول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا أخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبهولنا جدنا ده باكل بان، هفضل أحبك طول عمري عشان أنتي أختي بجد يا بت. أنا مش وحشة يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها وما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين ان انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح لان هو مش زراره ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، بعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقك يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. انت عارفه I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا حضنكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله، بس عامل ايه ما انت عارفه يا نيلي الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفسون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده، انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد، ممكن ما تعيطيش. انت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف أن من ساعة ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا
وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي، هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانية خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام، خليه بقى يكمل اليوم عادي الفسون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اخي طلعت راجل بصحيح راجل كده. خالته صباح، انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا هعزمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مو ما تاجلها، يعني عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم بس انا اللي هعزمكم، ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهيصحى. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البيت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا. ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسم مو يعني عادي يعني. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني المؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. اسمي حلو بس مش. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يالا انك جعر وعمل بصر والبصيره. شو ايه يا بت ده؟